الريجين هما المناصب فينا هما ويا حكومات الشعبوي مباركة بالشفاوي المسيرة ديالنا اليوم كيتصادف مع اليوم العالمي للممرض من اجل المطالبة بالمعادلة الإدارية والعلمية. المعادلة الإدارية والعلمية كتنقسم لشقين، يعني من الشق الإداري والشق العلمي. الشق الإداري هي إعادة ترتيب ممرضين في السلالم المناسبة، يعني الممرضين اللي عندهم باك بلس 3 بحالنا حنايا في الإجازة، والممرضين اللي عندهم باك بلس 5 في الماستر، وإعطائهم الحق أنهم يكملوا الدكتوراه ديالهم. والمعادلة الإدارية هي يعني تمكينهم باش ياخذوا السلم 10 وكذلك سلم 11 وإعادة ترتيبهم في السلالم الملائمة بخلق درجات خارج السلم. الخطوة المستقبلية دابا حاليا اليوم هي آخر خطوة إن شاء الله. هاد العشية هذا غيكون عندنا اجتماع وطني اللي غنقروا فيها الخطوة المستقبلية اللي غادي يكونوا تصعيدية من طبيعة الحال، إما غادي يكون إضراب وطني مفتوح أو لا اعتصام بالتناوب مفتوح أمام الوزارة. حنا كممثلين الأقاليم الجنوبية كنوجهوا تحية نضالية لكاع الناس اللي جاوا وعبروا مسافات طويلة من الشمال من الجنوب من الشرق من الغرب ديال المملكة، تجمعوا اليوم في الرباط من أجل مطلب واحد عادل اللي هو مطلب المعادلة العلمية والإدارية. أساسا المعادلة العلمية والإدارية، يعني المعادلة العلمية الاعتراف بدبلوم الممرض على أنه إجازة، بالعلم اننا قرينا ثلاث سنوات من بعد البكالوريا، والمعادله الاداريه بادماج الممرضين خريجي المعاهد في السلم العاشر بدل السلم التاسع.